نظمت إدارة شرطة الرعاية اللاحقة بقطاع الحماية المجتمعية احتفالية لأسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل والمفرج عنهم لتوزيع هدايا ومساعدات لهم. يأتي ذلك تحت مظلة مبادرة كلنا واحد برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق منظومة السياسة العقابية الحديثة. منظومة السياسة العقابية الحديثة التي تطبقها وزارة الداخلية لا تقتصر على إصلاح وتأهيل نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل لسرعة دمجهم في المجتمع، بل تمتد إلى تقديم الدعم والمساندة للمفرج عنهم وكذا أسر النزلاء حتى يتمكنوا من مواصلة حياتهم بعيداً عن مسلك الجريمة. هنأهله وناخد بإيده نعلمه صنعة تفيده تبقى لي طوق النجاة. الدعم المقدم لهم يتسم بالاستمرارية، وهو ما بدا واضحا هنا بمركز الإصلاح والتأهيل طرى، حيث نظمت إدارة شرطة الرعاية اللاحقة بقطاع الحماية المجتمعية احتفالية لتوزيع مساعدات عينية وغذائية على أسر النزلاء والمفرج عنهم. مش مقصرين معانا في حاجة، واحنا بنشكر السيد عبد الفتاح السيسي وبنشكر كل اللي بيساهم معانا في أي حاجة يعني، وبيساعدنا إن احنا نبدأ حياة كويسة وحياة كريمة. ما بنكوناش في أي عيد حضرتك وأي مناسبة، والمدارس برضو حضرتك يعني مطلين بينا وأولادنا، وبناخد كل اللي احنا عايزينه. بنشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على معاونته بينا، وبنشكر وزارة الداخلية. وقد أشاد المفرج عنهم وأسر النزلاء بهذا الدعم وتلك المساندة المقدمة لهم على مدار العام، والتي تؤكد مدى ما توليه وزارة الداخلية من أهمية كبيرة نحو دعمهم وتخفيف الأعباء عنهم حتى يتمكنوا من الاندماج السريع في المجتمع، وبما يؤكد على الالتزام بالمعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان. أصل الحكاية فكرة انت فيها وهيبتدي المشوار. كل حفلة بيتصلوا بينا يدونا كل حاجة لكرياتين كل شهر، دي دايما الداخلية بتتصل بينا وكتبين لي دلوقتي بوتاجاز قالوا لي هنسلمه لك برضو، ومش ناسينا في حاجة. وفروا لي فرش بيتي بالكامل وأنا بشكرهم جدا، وجميع الضباط بيقابلونا باحترام. توزيع تلك المساعدات جاء في إطار مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية، كما تحرص وزارة الداخلية على مساندة المفرج عنهم وأسر النزلاء بمساعدتهم في إنشاء مشاريع صغيرة إضافة إلى تلك المساعدات العينية، بما يدر دخلا ثابتا عليهم. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.